شتت عني في امها وبوها عزتهم. امها مرضت بالكورونا اخي مرضت معاهم وتوفيت. قالت لي رد بالك على اختك هذيك امانه في عينيك. ان شاء الله ربي يحلها في وجهك. قالت لي ان شاء الله ربي ينجحك ولادي. توحشتك يا ميمه برشا وراني نحبك على الاخر وان شاء الله ربي يصبرني وكاو. شنو هي اكثر كلمه حلوه سمعتها في حياتك؟ كي قالت لي امي راني نحبك برشا وكي قالت لي برا ان شاء الله ربي يحلها في وجهي. وقتاش كانت الكلمه هذه؟ وقتاش قالتها لكم امك اخر مره؟ قبل ما تموت. الله يرحمها. قد ايه عندها ملي توفيت؟ عندها برستة في السكر العام. هذيك هي وحاش. هذه هي كانت وصيتها؟ وصيتها قالت لي رد بالك على اختك هذيك امانه في عينيك. ان شاء الله ربي يحلها في وجهك. قالت لي ان شاء الله ربي ينجحك ولادي. كانت مريضه امك؟ توفت في مت كورونا هاي. يعني مرضت بالكورونا وتوفيت؟ شتت عني في امها وبوها عزتهم. امها مرضت بالكورونا اخي مرضت معاهم وتوفيت. عملت حاجه باهي. انا فرحان بامي اللي هي عملت حاجه باهي اللي رضت والدها قبل كل شيء. ان شاء الله انا نكون عند حسن ظنها والرضاها هي في كبار. انت ايش تعمل في حياتك؟ انا تو نقرا فورماسيون شوف رواء. يعني انت نقولوا احنا القرايه نتاعك تحب تكملها اهداء لروح امك؟ بالطبيعه واختي هذيك كمان في عيناي باش نهار اخر ما نخليش اختي مستحقه في حد شيء. نقف لاختي انا. يعني. انا كي بابا حي انا بابا مازال حي واقف لاختي وانا واقف معاه. انا ثاني الراجل نتاع الدار نفهم. بابا مش نقولوا نحن بابا ما عندوش انا نهز اختي في عوض. مش كل شيء على بابا يتحمل. لان علاش جايب لي؟ بطبيعتي راجل انا معاه في الدار. بوك بعد وفاة الوالدة ما قررش انه هو يعاود حياته من اول وجديد؟ لا لا نحي الحكاية ذي من مخي ما يحبش. قالنا انتوما وامكم مع سيء يز ما عادش عيني معناتها بحد شيء يا اخي. كيريكم انتوما فرحانين وكل شيء يز كاو ذيك هي الدنيا ما حسوش باش يعاود حياته. حتى الدار عنده فيه قال لهم لا وليدي كاو يز. لو كان يرجع الوقت وامك تكون موجوده تويكا شنو تحب تقولها؟ توحشتك يا ميمه برشا وراني نحبك على الاخر وان شاء الله ربي يصبرني وكاو. شتت عني في امها وبوها عزتهم. امها مرضت بالكورونا اخي مرضت معاهم وتوفيت. قالت لي رد بالك على اختك هذيك امانه في عينيك. ان شاء الله ربي يحلها في وجهك. قالت لي ان شاء الله ربي ينجحك ولادي. توحشتك يا ميمه برشا وراني نحبك على الاخر وان شاء الله ربي يصبرني وكاو.